وفاة أول فنان عربي بفيروس كورونا. توفي الفنان الجزائري نور الدين زيدوني متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، ليكون أول فنان عربي يلقى حتفه بهذا الوباء. نور فنان مسرحي بارع في تصميم عدة أعمال مسرحية جزائرية، توفي بعد صراع مع المرض حيث اكتشفت إصابته بالفيروس الأسبوع الماضي. نعت صفحة المسرح بالجزائر كاتبة: ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا خبر وفاة السينغرافي نور الدين زيدوني، أستاذ سابق بالمعهد العالي للفنون الدرامية ببرج الكفاح. أضافت الصفحة: هذا المصاب الجلل يتقدم مدير المسرح الجهوي كل عمال المسرح بأخلص عبارات المواساة لعائلة الفقيد وللأسرة الفنية في فقدهم، راجيا من المولى العلي القدير أن يتغمد روحه الطاهرة بواسع رحمته وأن يلهم أهله وأقاربه جميل الصبر والسلوان.